السلام عليكم مشاهدين الكرام في أخبار اليوم تتابعون فيها. قضت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين بإدانة أنس العلمي هوير المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير بسنة حبس موقوف التنفيذ بعد إدراج الملف في الجلسات بغرفة الجرائم المالية، وأدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية ومتهمين اثنين ضمنهما أجنبي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وهي العقوبة نفسها التي تم إصدارها في حق العلمي، فيما قررت المحكمة معاقبة 9 آخرين ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. وتابعت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ، وتعود تفاصيل الملف إلى اختلالات وغموض واختفاء مجموعة وثائق عرفها مشروع مركب سياحي بلفنيدق شمال المغرب. المشروع موضوع التحقيق يتعلق بمركب سياحي يتكون من مساكن عبارة عن فيلات وشقق، تعاقبت عدة شركات تابعة لصندوق الإيداع والتدبير على تسيير وتتبع المشروع، والتي لم تتمكن من إنجازه، كما عرف صعوبات كبيرة في تنفيذ العملية. كان مقرراً الانتهاء من أشغالها سنة 2012، غير أن المسؤولين المتهمين اتخذوا قرار تأجيل إكماله إلى سنة 2017. اشترك في القناة ليصلك كل جديد.